رحت فيومي ذولي. اي فيومي كله. سبعة ريال الجوز. سبعة ريال. الجوز اي. نعم. تسلم. والوزنات احنا الجوز 70 ريال. الوز. اي الجوز 70 ريال وزن عراق. الشرق لا بلدي. ده بلدي. وزن بلدي. اي الجوز 70 ريال. الجوز لحد اخوي. السوم 50. تعوف ما شاء الله تبارك الله. السوق ما شاء الله فيه حركة قوية. ما شاء الله تبارك الله. انا مالي الا السعي بس. حمام صنعاوي سام 5 ريال. حمام الصنعاوي سام الجوز 5 ريال. الجوز. الواحد سام 5 ريال. حمام الصنعاوي. ما شاء الله تبارك الله. وصل الان 10 ريال الجوز. الجوز الواحد. سام 10 ريال. يا راعي. حمام زاج الايسي. فتحة الباب 5 ريال. حمام زاج يلا على الحمام وين راح؟ فتحت الباب افتح الباب ب 5 ريال الشي كامله سته يسام الحين يسام سته الايسي وصل 6 ريال ايسي ايسي زاجل وصل 6 ريال ما شاء الله تبارك الله وصل 6 ريال الان ما شاء الله على 6 الجوز ببلاش على 6 حضر والله عنده عيش حضر والله عنده عيش واتسلهم كيش عندك ها لا على 6 على 6 زاد الايسي على 6 يا عيال على 6 ريال على 6 ريال جوز 6 ريال على 6 25 الى 30 جوز يقول رعيه كامل على 6 كامل على اخلص يا عويس ها جيتسي ما شاء الله يسامن على 25 اديت الواحد اديت الواحد يسام 25 ريال اديت ذولي 25 ريال السوم اديت الواحد وين الفياقرة ذولي اللي بفياقرة ذولي اديت ما شاء الله يسام على 25 اديت ذولي يسام على 25 ريال اديت يسام على 25 ريال اللي هنا الوزن البلدي بيعنا على 70 ريال اللي هو وز بلدي يعني الحبة الجوز الجوز بيع ب 70 ريال الجوز بيع ب 70 ريال وز بلدي هذه يقول ما في تسويق سوق الطيور في بريدة كل دولة ما شاء الله متسوقين كميات ضخمة قليلة بالتجهيل كثير من مناطق المملكة ناس ما شاء الله كثير من التجهيل كثير من مناطق المملكة جايين الفجر بعض الحراج يتم عليه قبل صلاة الفجر بعض الحراج هذول ما شاء الله شارين ومتقضين جايين من جميع مناطق المملكة كميات كبيرة من الطيور الآن يحملونها متجهين إلى بلدانهم الله يستر عليهم ويوفقهم ردهم لأهلهم سالمين غانمين إن شاء الله السوق قوي بالتسويق وقوي بالكميات اللي تصل لحق السوق من جميع مناطق المملكة الله يديمها من نعمة علينا هذول حمام على 50 يقولون مشكل يسامن على 7 حمام مشكل يسامن على 7 على واحد 80 لا 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 الجوز الجوز يسامن على 81 الجوز يسامن 81 ارانب يسامن 81 على 81 ارانب ما شاء الله بعمر 81 شبكين ذول ارانب ارانب 81 ريال الله يبارك لهم وذول على 7 ريال على 7 ريال هذا اللي رحت جيت ما شاء الله سامع على 6 على 6 سامع على 6 على 6 6 ريال على 6 على 6 راحت الجيت على 6 سامع على 6 على 6 يلا حصل بدروك خلي تشرين ما شاء الله هذا الجيت والدجاج يسامع على 35 الحبه الدجاج يبيض بياض ها والدجاج بياض الجيت مع الدجاج يسامع على 35 الوحدة الواحد يعني 35 السوم الآن الواحد دجاج بياض وديتت الله يبارك لهم لقينا مزارعين ما شاء الله لا يزيد يزيد ما شاء الله عليك دائما في سوق الطيور ايش رايك بسوق الطيور في بريده؟ زين في حركه يعني وفيه مثل ما شاء الله تمتع ان الواحد يجي ويتسوق ويناظر ها؟ انت مستانس يعني الله يبارك لك يا يزيد شكرا طبعا الدجاج شوف وش العيد؟ دجاج بياض المنيوم باعون ب 40 ب 40 صافي بعناه دجاج بياض ب 55 المنيوم والشبك لحاله معلم بعناه ب 55 نعم الشبك لحاله ها؟ نعم يعني اللي شرى الدجاج شرى الشبك نعم الله يبارك لكم بعناه ب 23 الله يبارك لكم راحت سلفر نعم عندكم كم؟ 23 صافي 23 صافي الله يبارك لكم المشتري والبايع ان شاء الله
حمام كريمي 130 على 6 ريال، على 6 ريال حمام كريمي نعم على 6 ريال عشه كامله، على 6 سام نعم سام 6 عشه نعم حمام كريمي عشه كامله سام 6 ريال 130 هذا الحمام كريمي 130 ما شاء الله هذا دجاج وديك فارسي من 130 جوز نعم. جوز فارسي هذا الكم محمد دجاج سام 130 ريال ديك ودجاجة هذا الديك ما شاء الله سام 13 الديك دوري سام 13 ديك بلدي بلدي سام 13 ريال الديك البلدي 20 ريال أرانب ما شاء الله سام 20 ريال هذا 20 ريال نوع بلدي فرنسي فرنسي أرانب سام الواحدة 20 ريال الفرنسي ولا الرامي؟ ما شاء الله هذا الديك المصري سام على 31 على 31 على 32 يقول الديك المصري الديك المصري سام على 31 على 32 حتى نظر حتى الشيخ اصلا 32 على 32 على 32 صافي ما شاء الله هذا الديك المصري باعون 33 ريال صافي الواحد الواحد الديك الواحد 33 صافي لو اديك الواحد المصري الله يبارك للمشتري والبايع هذا زاج الزاج الازرق تقريبا 13 جوز سام 6 ريال مع بدايه السوم طبعا اللي هو الزاج الازرق بدايه السوم سام 6 ريال عشي كامله الله يبارك له انا هذا وز واحدة مصرية وواحدة شو اسمها الذكر وش العراقي الذكر عراقي الذكر طبعا عراقي اللي هو الوز العراقي واذا الانثى اللي هي الوز المصري يسامل الان 250 ريال يقول الرجال بينهم تآلف يعني حاطين بشب واحد تآلفات اللي هو الوز العراقي والوز المصري العراقي اللي هو طبعا الذكر والمصري اللي هو تعتبر الانثى يسامل الان الجوز لا كله 250 ريال الله يبارك سوق الطيور الكبير في بريده للمعلومية يبدأ قبل صلاة الفجر كمية الكبيرة والضخمة اللي يقتنيها الناس اللي جايين من برا من مناطق المملكة فيجون قبل الفجر والحراج يبدأ قبل الفجر في مدينة العام على الكميات الكبيرة الله يبارك لهم يبارك البائع والمشتري للمعلومية الشباب طبعا يعتبر من المربين للحمام شنو خلاك تسولف مع الرجال ناخذ من الانسان سامي 6 سام على 6 ريال على 6 على 6 ريال زاجل يا ابو زاجل زاجل اللي هو الازرق ايه ليش اخترتوا انتم الزاجل والازرق تربيته مد الحمام ايش لقيتوا به يعني؟ الانتاج زين انتاجه زين على 6 ريال على 6 ريال على 6 ريال يعني انتاج فراخته حجم كبير على 6 ريال اي شيء ينزل الناس يرغبون فراخته اي يرغبون فراخته على 6 ريال الناس اللي ياكل فراخته بس بس فراخته يعني صغار نفس النجد وذول نعم الحنطه حنطه اي والشعير اي الشعير تقريبا تجيبه من بدايه الشتاء لكن ما تحطون طعام حق بيت او بيت لا لا ما تحطون لا هذا يأثر عليهم ما علمك لكن هذا على معروف الحنطة والشعير الحنطة والشعير إيه؟ الله يبارك لكم ان شاء الله ان شاء الله الارانب دي باعوها ب 30 ريال الارانب ب 30 ريال الواحد الواحد باعوها ب 30 ريال باعوا الارانب 33 ريال الواحد الواحد 33 ريال يا مطر الواحد 33 الارانب بيع الله يبارك لهم